معكم دكتور سهيل، استشاري المخ والاعصاب والجلطه الدماغيه في هيئه الصحه مع فريق الجلطه الدماغيه بمستشفى راشد. اليوم نتكلمكم عن شيء جديد جدا. هيئه الصحه كانت لها الرياده فيه على مستوى الامارات والشرق الاوسط، وهو تطبيق الذكاء الاصطناعي في علاج الجلطات الدماغيه. تم تطبيق هذا المشروع في علاج الجلطات الدماغيه باستخدام الذكاء الاصطناعي قبل 3 شهور في هيئه الصحه. يقوم هذا البرنامج ب عمل الأشعة المقطعية الملونة زايد الأشعة اللي نسميها CT perfusion لجميع مرضى الجلطة الدماغية الحادة. هذا سابقا كان قراءة هاي الأشعة تأخذ من دكتور الأشعة حوالي أقل من الساعة إلى ساعة تقريبا، حاليا خلال دقيقتين هذا البرنامج استطاع أن يقلص الوقت إلى النتيجة مع التشخيص. خلال دقيقتين يستطيع الدكتور المعالج أنه يتخذ القرار الصح في علاج الجلطة الدماغية. تشوفون قدامكم هنا هذه اللي هي الأشعة المقطعية اللي نعملها للمريض، زايد هذه اللي نسميها احنا CT perfusion، وهنا عندنا المريض يروح للقسطرة الدماغية. هذه تعتبر على مستوى العالم أحدث منظومة صحية للتعامل مع الجلطة الدماغية، تساعد على التدخل السريع، تساعد على العلاج الصحيح للمريض الجلطة الدماغية. ممكن نشوف هذا المريض جاي بصغير في العمر، كان أول شيء جاي بضعف شديد في الجهة اليسار من جسمه، إيده ما كانت تتحرك، ذيل شوي يقدر يرفعه وتنزل، وكان عنده انحراف شديد في الوجه، فعملنا الأشعة المقطعية له. خلال نفس الوقت تم عمل الأشعة الملونة زائد أشعة CT perfusion في أقل من دقيقتين بعد الانتهاء من الأشعة. الريبورت كان جاي كامل وروانة ما يلين.